كان أصعبهم اللي هو أخويا اللي توفى الله يرحمه. أنا كنت مسافر معاه عشان نركب له كلى من بره، كان في الويتنج الدونرز بيدوا كلى، وسافرنا بره وركبت الكلى وكل حاجة، وبقيت سعيد حتى من فرحتي. عزمت الدكتور مصر وعرف ان انا يعني راجل نجم هناك وبتاع، وخلاص ورجعت مصر بقى عبال الامور تستتب. تاني يوم جاني تليفون everything، كل حاجة باظت، الجسم حصل رفض وحصل يعني. فكانت مأساة لما سافرت انا واخويا التاني عشان نجيبه في الطيارة وفي المطار، وطبعا قبلك بقى معجبين وبتاع، وانا وشي ضايع، واللي عايز يتصور جنبيك واللي عايز يهزر. فدي كانت من الحاجات اللي يعني الجامدة. النجومية وحب الناس أحيانا بيعيشوا النجوم في صراعات. طبعا.